مركزة ولا تظهر في شكل واحد، هي تظهر في أشكال متعددة، تظهر في مسيحية صهيونية، تظهر في منتقدي الصهيونية. يعني المنتقد لازم أراه كويس قوي، لأنه المنتقد في شق بينتقد فيه ليغطي تدليسه في الايه على المسائل الاخرى. وفي اسماء انا مش هاخد في شانها، لان احنا برضو يهمنا انهم يستمروا. بس لازم نعرف واحنا بنقرا المنتقدين عموما، ان احنا نقرا الانتقاد ونقرا ما بين سطور الانتقاد، ونقرا ما لم ينتقدوا، وهل اللي انتقدوا وبينال عليه جزاء كمان. يعني هو بينتقد مثلا 10% بياخد جزاء فوق دماغه كذا، ومع ذلك لا يعفيه من الجزاءات انه ترك 90% ما لمسوش من ايه، من اسرار لم يكشفها. احنا بقى في المقابل، هو ده السؤال. يعني انا اهتميت اكتر بما الذي نفعله لنقي انفسنا قطع اللسان. الله، ما الذي نفعله لنقي انفسنا قطع اللسان؟ ده عبارة موجهة لضمائر كل النخبة العربية والإسلامية. النهاردة يقول لك لا يا عم انا مش عاوز، يقول لك تعال ما انت مش لي انا، يعني ما يعني الحديث نعمل ايه مثلا، في حاجه نقدر نساعد بيها؟ اللي عاوز يساعد بيدور على الحاجه اللي يساعد بيها. جاي بيسالني ليه؟ ها؟ او بيسال زملائي الاخرين الذين يتصدون ايضا على ثغور كثيره. احنا لازم نعرف نفكر لنفسنا استراتيجيه، لان احنا دخلنا، وخصوصا بعد حديث اوباما الاخير، وهو رجل انا احترمه جدا. لكن بالقطع الآن هو أعلن ما أصرت عليه القوى الأمريكية بكل أنواعها. أنا مش بتكلم على الشعب، أنا بتكلم على القوى الأمريكية المسيطرة بكافة التسميات، الميليتري اندستريال كومبلكس، البيج أويل، كل هذا، ومن ضمنها المؤسسات المسيطر عليها من الجهات التي نعرف هي إيه. وهذه مسألة خطيرة جدا فيما قاله أوباما، لأنه بيتحدث الآن أن من يدافع عن نفسه من الدول العربية، من شعوب الدول، مش من الدول، من شعوب الدول العربية والإسلامية، هو إرهابي وأمني يقتضي، أمر أمريكا يقتضي أن أنا أقضي عليه. لما يقرر أنه أرسل 30,000 جندي، هو مش 30,000 جندي، هو 30,000 كتيبة. الجندي بكتيبة بأسلحته. فهذا هذه حملة مش لإنهاء الحرب في أفغانستان ولا في العراق.